إذا لقيت أحد يحبك لا تكسر قلبك، صدقني ترى تندم إنك رجعت اليوم موجود. احتمال كبير هو اللي يلعب ببجي وقاعد بالطيارة يعيطك وعرب الطيارة، ياخذ ذاك وعرب الطيارة، كل شيء ما راح يفرق. في هذا الزمن نادر تلقى واحد يحبك بالمقابل. خليك دائما طيب قلبك، واللي الله بعدك عنه هو هذا الشيء الرياضي. قصة عدنان ولينا أحلى قصة حب، تحدى كل المصاعب ووصل للغرفة، كسر الجامعة وأخذ لينا وشيء من فوق، تحدى كل قوانين الجاذبية ووصل للقاع لينا ما طخر. عبسي هم حب أميرة اللي هي أخت نمرة، بدت علاقتهم ويا نمرة مشاكل ورا مصادر الخنزير. لا تتندم على أي شخص عافك لأن هو الخسران، وخليك ثابت على موقفك وطيبة قلبك. كان معكم يا عرب الحارس.